أهلا بكم من جديد متابعي صباحات سودانية. نحن ما زلنا نبحر عبر هذا الصباح وبنفتح ملف الصباح، وملف الصباح عايزين نتكلم فيه إنه رغم الظروف الضاغطة الناس بتحاول هنا وهناك إنها تلقى يعني مصادر للدخل الجديدة، لكن بتقف قدام عقبات. واحدة من أهم العقبات اللي هي العقبة المعرفية، إنه أنا والله مبدع أو مبدعة في واحد من أشكال الأعمال، لكن أنا ما عارف أبدأ كيف، وما عارف يعني أتمرحل وأصل لأهدافي المرجوة اللي هي منها تحقيق الاستقرار المادي والنجاحات الكبيرة، لأنه الأحلام مشروعة. يعني أنا سعيدة جدا عبر هذا الصباح إنه أفتح ملف حاضنات الأعمال والدور الممكن تلعبه في خلق الفرص والنجاح، وسعيدة جدا إنه تنورنا عبر الاستديو أستاذة سارة بشرى محمد خير، مدير تطوير أعمال وبرامج. مرحب بك. أهلا بك. أهلا وسهلا، صباح الخير. إحنا لما نتكلم عن حاضنة أعمال قاصدين شنو؟ طيب، حاضنة الأعمال هي مكان بتتوفر فيه كل المعونات أو المساعدات اللي بتمكن أي شخص عنده فكرة أو عنده طموح أو عايز يدخل في بيزنس إنه ياخد كل المعرفة اللي هو بيحتاجها عشان يقدر يأسس العمل بتاعه ده بصورة جيدة وبصورة تضمن له الاستمرارية، وبإنه هو يقدر يمشي لقدام ويمشي من نجاح لنجاح. نعم. يعني بتعلمه التخطيط، بتعلمه كيف يأسس العمل بتاعه، كيف إنه يضع الخطة بتاعت العمل ذاتها، كيف إنه يعمل تسويق للمنتج أو تسويق. نعم. وبرضو الحاجة المهمة شديد إنه الفاينانشال فوركاستنج، كيف إنه بالذات الحتة المالية دي دائما الناس بتقع في الحفرة بتاعت إنه هم من أول ما بينتبهوا للقصة بتاعت إنه الأموال والحسابات والداخل والطالع وكذا. نعم. وما بتتعامل بطريقة وإدارتها بطريقة صحيحة. أيوة، إدارتها بطريقة صحيحة. فبيقوم بيحصل شنو؟ بيحصل إنه قد يكون العمل بتاعك ناجح وإنت مدخل ربح، لكن إنت ما قادر تدير الأرباح والأموال بتاعتك دي بصورة تنجح لك الشغل بتاعك. نعم. فبتلقى نفسك إنت اللي بتدخل بتصرفه، وبعد شوية إنت ما عندك دخل وما عارف تمشي لقدام كيف. كمثال، لكن هي غير كلامك يعني عنده يعني خلينا نقول دليل على صحته، إنه في كثير من أشكال الأعمال بنسمع إنه والله يقول لك الربح دخل عليه. اللي هي أيوة. إنه لخبة الأموال مع بعض. نعم. المال الشخصي مع المال تبع الشغل. نعم. هذه مشكلة كبيرة جدا، وبرضو إحنا عندنا في ممكن يكون سبب فشل. نعم، ممكن يكون سبب فشل. أيوة أكيد. ما يعني لو أنت المال الداخل للعمل دخلته في جيبك الخاص وصرفته، هتجيب من وين مال للاستمرارية أو إنك تكبر؟ بالضبط. الأعمال عندها مصاريف، يعني أنت مثلا لو عندك مكتب أو محل عندك إيجار، عندك رسوم، عندك مرتبات، عندك ضرائب، عندك مشتريات، عندك تسويق، في مصاريف كثيرة. لما أنا أي ربح بيجيني بصرفه، طيب أنا حامل الحاجات دي بشنو؟ ما عندي حاجة أعملها بقى. فبالتالي أنا بقوم بتعثر في شغلي واحتمال ما أنجح، بيكون سبب اللي هو ده الجانب المالي وكيفية إدارته. أيوة. تاني شنو ممكن تقدمه حاضنة الأعمال؟ التخطيط، يعني أنا كيف أنا حأبدأ بشنو وحأركز على شنو في البداية، وحتوسع كيف، وحتوسع متين، وأصلا أنا مستهدف منه. دي كل حاجات لازم أكون عارفها لما أبدأ شغلي. لازم أكون عارفة مثلا بعد سنة أو سنتين أنا عايز أكون وين. عندي لازم أكون عندي رؤية، لازم يكون عندي اقتناع تام بانه انا الحاجه اللي بعملها دي هي حتنجح مليون المية. دي اهم حاجه. انا لو ما مقتنع بشغلي اول عقبه انا حستسلم، واحنا في السودان العقبات كثيره. نعم. فلازم المثابره برضه حاجه اساسيه، برضه اللي هي البناء القدرات، برضه هي اللي بيقولوا عليها soft skills، المهارات الناعمه. ايوه، اللي هي الشخصيه ذاتها. كيف انا اقدم نفسي، كيف اقدم شغلي، كيف أعرض فكرتي، كيف أجذب انتباه الناس. أغلب الناس لما يشتروا منتج أو يستثمروا في بيزنس، ما هي الفكرة ممكن تكون جميلة وممتازة، لكن أنا مستثمر في الإنسان اللي يتكلم معي وطرح لي الفكرة. أنا كل ما كنت مقنعة وملمة بكل التفاصيل، لما أتكلم بحكي الصورة قوية. الصورة دي بترسل رسائل إنه الإنسان ده واثق من نفسه، إنه الإنسان ده شغوف بالحاجة اللي بيعمل فيها. انا بس عموما حتى المستثمرين بيستثمروا في الحته دي اكثر من الافكار متوفره ما فيها مشكله. نعم. لكن انا كيف استثمر في حاجه اكون ضامنه الزول اللي بديه المال بتاعي ده هيحسن ادارته وحيكبروا لي. نعم. انا ما يعني اي مستثمر ما بيكون عايز يرمي فلوسه. صحيح. بيكون عايز انه يضمن انه حيجيه منها ربح. فانا كيف انه انا اقدر اقدم نفسي بالصوره اللي بتخلي الزول المستمع
يكون عايز يستثمر فيني مثلا. نعم. لانه هو في النهايه بيستثمر فيني انا. نعم. اكثر من البزنس بتاعي. نعم. طيب احنا في واحده من المفاهيم اللي احنا بنسمعها في السوشيال ميديا او عبر البرامج المختلفه اللي هو رياده الاعمال. ايوه. مقصود شنو برياده الاعمال؟ طيب رائد الاعمال بالمناسبه اي زول عايز يبدا بزنس ممكن يكون رائد اعمال. رياده الاعمال انه انت تبدا في تدخل في مجال قد يكون مطروق قد يكون غير مطروق لكن بطريقه مختلفه. يعني اقدم حل مختلف لمشكله موجوده. الحل ده ممكن يكون بسيط جدا ممكن يكون معقد بتكنولوجيا رهيبه لكن هو في النهايه حل لمشكله موجوده بطريقه مختلفه. ورائد الاعمال دائما انه هو زول بادي بفكره بمعرفه بحلم لكن ما عنده موارد كثيره لكن بيقدر ينجح بطريقه ادارته للفكره بتاعته بطريقه تنفيذه للحلم بتاعه. ده الفرق بين رائد الاعمال وصاحب العمل. صاحب العمل زول عنده راس مال بيدخل به في اي حاجه. فرائد الاعمال عنده حلم عنده فكره عنده نظره شاف فرصه وقرر انه يغتنمها وكيف انه هو بيصل للحته ديت. فبيبدا طبعا بحاجات بسيطه شديد يعني دائما بتكون الموارد شبه منعدمه في البدايه. نعم. فانه المثابره والنجاح وانه انه يتوفق كانما هي يعني تدعمه. وصفة للشخص العصامي. أيوة. البادي من بالزبط. من الصفر تقريبا بالزبط. هنا الفرق بين رجال الأعمال ورواد الأعمال. أيوة صح. ودائما حاليا ريادة الأعمال مرتبطة بحاجة اسمها التنمية المستدامة. نعم. إنه دائما الأعمال الجديدة والمبتكرة بتكون دائما بتساهم في الاستدامة وبتساهم في التنمية. لأنه زي ما احنا عارفين إنه العالم ماشي على مشكلة بتاعت موارد. صحيح. الموارد المائية الموارد الغذائية كله بعد شوية مع الزيادة السكانية الكبيرة. نعم. حيكون في شح في الموارد كلها. فكيف إحنا نحافظ على الموارد اللي عندنا وكيف نحسن استخدامها بطريقة مسؤولة. نعم. وكيف نقدر نخليها هي ذاتها نعيد استخدامها. يعني مثلا حتى المياه حاليا التوجه الكبير إنه المياه حتى المياه الراجعة أو المياه الصرف الصحي أو كده. نعم. بيحصل لها تنقية وبترجع ثانية تدخل في الزراعة. يعني حتى. نعم. المياه إحنا زمان استخدمنا للموية. نعم. بيقول عليه شنو خطي لينير. الموية بتجي ماشية بشيلها بستعملها بتروح خلاص انتهينا. لا حاسه بيجي استعمالها دائري. دائري. لا هي بعد ما تطلع من هناك مشاريع تاني. لحصاد مياه الأمطار وغيرها. أيوة. أيوة. ليه؟ لأنه أنا عايز أحافظ على المصادر على حركة يعني. دائمة. أيوة. للمورد نفسه أكيد إنه ونوع. بعد شوية تكمل الموية هنا. نعم. مشو ما في حاجة نعملها صح؟ وإنه إعادة برضو يعني إعادة التدوير للمنتجات المختلفة. أيوة. أيوة. طيب لما نتكلم عن الحاضنة للأعمال طبعا المفهوم اللي بيجينا الحواضن السياسية ده مفهوم آخر. أيوة. لكن بعيد جدا. بعيد جدا. أيوة. لكن عايزينك تكلمين عن أنواع الحاضنات. طيب. والاختلاف بيناتها. طيب هي في أنواع في مراحل للأعمال. في زول بيكون عنده فكرة ده اللي هو بيدخل في الحاضنة. الحاضنة اللي هي بتاخدك من مرحلة فكرة لما تخلص البرنامج بيكون انت خلاص جاهز انك بزنس تكون. نعم. بزنس متكامل. أيوه. عارف كل حاجاتك خطتك الاستراتيجية. نعم. بيقول عشان financial projections بتاعتك التوظيف. نعم. كل حاجاتك ماشية الشراكات التسجيل كل حاجاتك مكتملة. بعد ذاك في حاجة اسمها accelerator اللي هي مسرعة. المسرعة دي اللي زول اصلا شغال في المجال عايز يكبر شغله عايز يزيد الاثر بتاعه عايز يصل لعد شريحة اكبر مثلا. كيف انت تقدر تعمل هذه؟ يعني حاسس دائما بيكون في مثال مثلا في شركة بتكون بدأت وشغالة شغل حلو شديد ومكفية سيجمنت بتاعها لكن عايزة تتوسع. لو جاء زول واداها 100,000 دولار ممكن الناس دي تضرب لخمة ما هتعرف تعمل شنو بالفلوس. صحيح. ليه؟ لأنه ما عنده المعرفة بتاعت إنه عشان يتوسع مفروض يبدأ من وين مفروض يعمل شنو مفروض يركز على شنو. نعم. دي كلها حاجات دايرة زول يكون يعني عارفة. نعم. عشان يقدر ينفذها بالطريقة الصحيحة. فكونه أنت شغال وناجح النجاح ده ما مراحل. يعني أنا ببدأ الليلة عندي زبون زمولين بعد بكرة 100 بعد بكرة 1000 بعد ذاك أنا بقى عندي اسم في السوق البراند بتاعتي معروفة. نعم. لكن واصل مرحلة تقريبا واصلة مرحلة كده يعني أنا بديت من هنا مشيت كده مشيت كده بعدين حصل لي كده هنا السبات دي حتة الخطر. دي يا أنا طلعت منها لفوق يا البزنس بتاعي مات. ليه؟ لأنه الدنيا متغيرة أنا لازم أواكب حتى رغبات الشريحة اللي أنا مستهدفة بتختلف مع التطور مع تغير التكنولوجيا مع كل الحياة الحاصلة الانفتاح كده يحصل تغييرات. نعم. فأنا لازم عشان أكون أقدر دي حاجة كعبة شديد يا أنا أمشي فوق يا أنا بعد ذاك حيكون في خطر إنه حيجي غيري
هيعمل حاجة أحسن مني أنا حابقد الشريحة بتاعتي. صحيح. فلازم القصة دي تكون تتعمل بفهم. الفهم ده هو التسريع، يعني هي مسرعة الأعمال. نعم. حتى التمويل بتاع الأعمال حد عنده مراحل، في الأول في حاجة اسمها سيد فاندينج، بعد ذاك في راوند 1 راوند 2 كده، كل مرحلة بيكون عندها نوع من التمويل مختلف من اللي قبله، طريقة التمويل مختلفة، المبلغ ذاته بيكون مختلف ومناسب لقدراتك أنت. أيوة. عشان كده أنا عايز أسألك عن حاضنة الأعمال الناجحة، مواصفاتها شو؟ هو في ثلاثة حاجات حاضنات الأعمال المفروض توفرها، اللي هي المعرفة، اللي هي التشبيك، واللي هي التمويل. يعني إحنا هنا حسب في السودان التمويل شوية مشكلة، لسه ما في بعض الحاضنات أيوة بدأت توفر تمويل، لكن ما كل الحاضنات لسه عندها الحاجة دي متوفرة، بسبب إنه النظام بتاع التمويل في السودان ما زال تقليدي. صحيح. دايماً أيوة مرتبط بالبنوك أكثر. أيوة مرتبط بالبنوك، وبعدين بيطلبوا منك ضمانات فظيعة، يعني هو رأي إذا العمل التزام لو عنده قطعة أرض عشان يديها ضمان للبنك حيبيعها ويعمل بها البزنس بتاعه، ما حيكون محتاج قرض من البنك. ففي جزء من الحاجات لسه، ده برضو برجع لإنه رواد الأعمال أو ريادة الأعمال ما حاجة لسه محترف بها تقريبا. يعني لما تيجي تسجلي عندك فكرة، يعني معظم رجال الأعمال في السودان بدوا رصامين، يعني أيوة كانوا من رواد الأعمال. صح، بس عندك يا إما تسجلي اسم عمل يا تسجلي شركة. لكن تبدي تسجلي ستارت اب أو شركة ناشئة ما موجودة الحالة، اللي هي طبعا تحتاج معاملة مختلفة. الشركة عندها رأس مال، الشركة الناشئة ما عندها رأس مال. فحتى في القوانين في كده المفروض يكون في مساحة لشركات الناشئة أنها تقدر تبدأ. يعني لما تيجي تسجلي حسب شركة مطلوب منك مقر، مطلوب منك عنوان، مطلوب منك حاجة كثيرة. نعم. أنا ما بقدر أعملك أنا أو عقد إيجار على الأرض. أيوة. نعم. اللي هو أنا حجيب من وين؟ أنا يعني لو يعني أنت عشان تفرشي مكتب وتبدي تأجري شقة تدفع عقد إيجار 6 شهور معك، يعني ما عقبات كبيرة. أيوة. بتواجه. أيوة شديد البادي. أيوة. فواحدة من الحاجات اللي بتعملها الحاضنات إنها بتوفر لك مساحة عمل مشتركة. يعني أنا ما يعني لو صاحبة أعمال ناشئة ما محتاجة أمشي أجر شقة وأفرش وأوظف ناس وكذا، بعمل نعم. اشتراك شهري مثلا بعدد بحسب الطريقة اللي أنا محتاج أمشي كل يوم، محتاج أمشي مرتين في الأسبوع بالحاجة اللي بتناسبني وبتناسب ميزانيتي. نعم. بتوفر عندي كل الحاجات، الخدمات المكتبية، غرفة اجتماعات، إنترنت، بروجيكتر، كل الحاجات اللي أنا ممكن ألقاها في المكتب العادي، لكن هي مساحة مشتركة، هي أنا بشاركها مع ناس كتار. الحاجة دي عندها فوائد كثيرة. أول حاجة اقتصاديا بتساعدني إنه أنا ما ماديا ما متأثرة شديد بالضغوطات، وقادرة مثلا أعمل حاجة مناسبة معي. نعم. الحاجة الثانية إنه رواد الأعمال زي اللي بلقاهم دائما بيكون بيحصل بيزنس بيناتهم. يعني أنا لو شغالة عندي منتج عايزة أسوقه بلقى ناس شغالين ديجيتال ماركتينج، بلقى ناس شغالين التسويق. أيوة ميديا أو تسويق أو كده معاي في نفس المساحة، بيحصل بيناتنا تعاون. الحاجة دي مهمة شديد. ليه؟ لأنه دائما التعاون ده قد يكون فيه تبادل أموال أو لا، فتكون تبادل خدمات. نعم. دي برضه واحدة من الحاجات اللي بتساعدني كصاحب أعمال ناشئة، إنه أنا ما علي ضغط مادي عالي، إنه حتى الخدمات اللي بلقاها ممكن ألقاها بالمقابل، ما شرط إنه يكون مادي، فبالتالي بلقى زول بيساعدني في الحاجة اللي أنا بعملها. فدي برضه واحدة من الحاجات. الحاجة الثانية اللي هي التشبيك، إنه حاضنة الأعمال بتوفر لك علاقات. أنا لو شغال في مجال الزراعة بتقدر تربطني بشركات كبيرة في مجال الزراعة، منظمات، لأنه عندها أزرع الحاضنة. أيوة. فهي الحاجة دي بتنفعني في أنه أنا ممكن ألقى المعلومات اللي أنا محتاجاها، ممكن ألقى زول من الجهات اللي أنا تعرفت بها دي يكون محتاج الخدمة اللي أنا بقدمها أو الحالة أنا بقدمها، فده بالنسبة لي شغل، يعني زبون، فبالنسبة لي دخل مصدر دخل. ممكن ألاقي جهة تكون هي نفسها عايزة تدعم شركات في المجال اللي أنا فيه، فبالتالي بتوفر لي دعم. فالحاضنة بتوفر حاجات كثيرة شديد. هي مجتمع أول حاجة. صحيح. معرفة. صحيح. وفي الأخير يعني طريقة لتوفير التمويل، فرص العمل فرص الأفضل. العمل. طيب بما إنه نحن مجتمع شاب، يعني حسب يعني الناس الإحصاء. أيوة. ذكروا إنه المجتمع السوداني مجتمع شاب. أيوة. وواحدة من المشاكل اللي بتواجهنا خلق فرص عمل للشباب. حقيقة. فكيف ممكن يستفيدوا الشباب من الحواضن للأعمال أو الحاضن اللي ممكن تقدم لهم الدعم المعرفي، مرورا بكل الأشكال إلى وصولا إلى الدعم المادي؟ أول حاجة أنا ما أفتكر عندنا مشكلة بتاعت أفكار في السودان. يعني ما شاء الله شباب زي الفل. صحيح. عندهم طموح وعندهم أفكار. اللي أفتكر العقبة الأساسية بتكون في التنفيذ. يعني أنا لو عندي فكرة رهيبة أو شايفة إنها هي ممتازة شديد
ما بكون عارفة أبدأ من وين، ما بكون عارفة أعمل شنو، وما في حد أو مصادر كثيرة تقدر توفر لي المعلومة بالطريقة اللي أنا بفتش عليها. ما كل الناس عندهم المقدرة إنه يتحصلوا على دعم معرفي، سواء من جهة أكاديمية أو من ناس عندهم خبرة أو كده. فده الالتزام نفسه في الوجود داخل مؤسسات الدرس نفسها وقاعات التعلم المختلفة، يعني قد تكون ما متاحة للكل. أيوة فعلا، وقد تكون الحاجة المدرسة أكاديميا ما مناسبة مع الحاجة اللي أنا عايزة أعملها. صحيح، في يعني الناس بيتكلموا عن الفرق ما بين الحاجة الأكاديمية وما مطبق فعليا في سوق العمل. أكيد في فرق كبير، فبالتالي ممكن الحاجة اللي أنا تكون الحاجة المتوفرة لي ما كثيرة عشان أنا أبدأ. الحاضنة، دور الحاضنة إنها بتوفر لك الحاجة اللي أنت المعرفة اللي أنت محتاجها عشان تبدأ شغلك بطريقة سليمة. من كل المراحل زي ما قلت قبل، بناء قدرات، سوفت سكيلز، مهارات ناعمة، معرفة بتاعت بزنس نو هاو يعني. بعد ذاك معرفة تقنية، لو أنا شغلي في مجال تقني شوية برضو بتوفر لي المعرفة التقنية عشان أنا أقدر الحل بتاعي ديت يكون معمول بطريقة بأجود طريقة ممكنة، ما يكون فيه مشاكل، ما يكون فيه عيوب، أقدر أجربه، بصل بحاجة اسمها MVP اللي هو الناس رواد الأعمال طبعاً بأقل ما يمكن، فهي أقل درجة من البرودكت بتاعي بتكون هي ممكن تستخدم أو يستفاد منها. فلما أصل المرحلة دي يعني أنا بكون قطعت 70% من الشوط من الرحلة الأساسية لتأسيس العمل بتاعي. دي كلها حاجات بتكون متوفرة في الحاضنة. بعدك زي ما قلت لك في فرص تمويل بادية تكون حسن، غير فرص التمويل فرص انه التشبيك مع ناس ممكن يكونوا مستخدمين او مشترين او زبائن للبرودكت بتاعي او الخدمه اللي انا بقدمها. فيعني بفتكر انه هي عندها دور اجتماعي كبير وعندها اثر اقتصادي. وواحده من الحاجات زي ما قلت ان هي برضو الحاضنات حاليا كلها بتركز على التنميه المستدامه. صحيح، الاستدامه مهمه ليه؟ لانه انا ليله لو بديت بزنس وما ركزت على الجانب بتاع الاستدامه، اي مشكله او اي تغيير، اكبر مثال الكورونا، تجي حاجه زي دي ممكن تهد لي لان انا عملته كله. صحيح، وفعلا عارفه اعمال كبيره تجيف، اعمال صغيره تنهض. صح، في الولايات المتحده الامريكيه افتكر في اكثر من 45 مليون شخص فقدوا اعمال او وظيفتهم في الفتره بتاعه كورونا. هذا سكان السودان. صحيح، يعني بقدر السودان في ناس فقدت وظائف. صحيح، هنا صحيح، في السودان في اعمال كثيره جدا اتاثرت قفلت. صحيح، حتى احنا في المحل اللي شغاله فيه امباكت هاب خرطوم في ممبرز كتار اضطروا انه يعني يجمدوا عضويتهم او ينسحبوا او يقفلوا شغلهم لانه ما قدروا يواصلوا في فتره، وبعدين ما قادرين يقروا المستقبل يعني. أيوة، حتى بالنسبه ليوم المخاطر. أيوة، دي برضو جانب بيستفيدوا منه في رياده الاعمال. أيوة، من الحواضن انه قراءه الريسك او المخاطر. أيوة. طيب بقدر ما انت بتتكلم يا استاذه ساره عن الاستدامه في التنميه، لكن كمان الظروف الاقتصاديه بتخلينا نفكر انه مثلا انا كرائد اعمال عايز مردود سريع. أيوة، فهنا بين الايجابيات والسلبيات. المردود السريع حلو، يعني انا بدخل استثمار في فكره بتاعتي، بعد شهرين ممكن ارجع ربح بتاعي واكون سعيده جدا، لكن ما مستدام. يعني اي حاجه ممكن في اي لحظه يحصل اي نوع من التغيير يضيع علي شغلي كله وتعبي كله. يعني بمعنى ما ياتي سهلا يذهب. بالضبط، سريعا. الاستدامه بتضمن لي انه حاجه اسمها ريزيلينس اللي هي المداومه في. أيوة، في العمل نفسه، الثبات ضد رغم الظروف. يعني مهما تحصل انا البزنس بتاعي يكون قادر انه يستمر. يعني ببساطه ما بتتهزه. او حتى لو اتهزيت ما بقي في تمام، ما بتتكسر او ما بتفقد. ايوه، فبالتالي الريزيلينس ده بيكون شنو؟ انه انا بقدر اكون عارف كيف اخطط انه لو حصلت اي نوع، انا ما بقدر اتوقع المصيبه ممكن تكون شنو، لكن لو حصل اي تغيير او تاثير او ضربه كبيره كيف انا اقدر استمر وكيف اقدر اتعافى منها بدون ما يتاثر على الشغل بتاعي. نعم، بصوره كبيره. فدي حاجه برضه نوع من المعرفه لازم يكون متوفر في حاضنة. طبعا الأمان، الموضوع كبير وجوانبه عديدة. أيوة، لكن في ختام حديثنا معاك عايزاك تقدم لنا نصائح لرواد الأعمال. أفتكر النصيحة الأساسية إنه الناس تفكر برا الصندوق، تبدأ بتجيب أفكار مبتكرة وأفكار مختلفة لحلول لمشاكل إحنا بنعاني منها حاليا. يعني الحياة مليانة بالتحديات، فلازم أنا أكون مبتكر في طريقة الحلول اللي أنا بقدمها. كل ما كان الحل مبتكر وبسيط كل ما كان فرصة نجاحه أحسن. والبحث عن الدعم والمعرفة كمان بيخلوا الأعمال
في تقدم بإذن الله. أكيد. وبعدين البحث حاليا في كذا جهة بقت بتساعد تدعم رواد الأعمال. نعم. في الجامعات, في جزء من البنوك بدأ يعمل حاجة زي دي. في اللي هي الانتربرينوريال هابس الأصلا موجودة. نعم. فالبحث ما بقى صعب زي أول. أي صحيح. نعم, ما متوفر لكل الناس لكن متوفر يعني. نعم. بصورة أحسن من أول. نعم. والناس بس دائما الزول يعمل بفكرته. نعم. وما يستسلم. والخطوة الأولى هي بداية المليون خطوة. أيوة. إن شاء الله. أيوة. أبدأ صح تنتهي تواصل صح. نعم. وما تجيف. أيوة. وتخلي. أيوة. عملك مستمر لغيرك. أيوة. ما تفقد الأمل. نعم. إحنا نشكرك. أيوة. كثير أستاذة سارة بشرى محمد خير, مدير تطوير أعمال ورامج. شكرا للنصائح اللي قدمتيها, وبالتأكيد الناس استفادت زي ما أنا على المستوى الشخصي استفدت منها. شكرا جزيلا.